السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير وأنت بخير وأحبابنا في العراق بخير إن شاء الله. إن شاء الله. أرجو أن تجيبني دكتور بارك الله فيك. تفضلي. والدتي طلبت الحج بالإنابة لعدم استطاعتها الحج بنفسها، فهي كبيرة في سنها، ضعيفة في صحتها، وليس لديها محرم، فوالدي متوفي. السؤال: هل ستكسب نفس الأجر من تحج بنفسها أن تعود خالية من الذنوب كما ولدت؟ نورنا نورك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أمة الله. أحبابي، الأصل أن يحج الإنسان عن نفسه إذا كان صاحب قدرة، القدرة المالية والبدنية، وكذلك مؤونة الطريق وأمن الطريق، وبالنسبة للمرأة ووجود المحرم، إضافة إلى الإسلام والعقل والحرية والبلوغ. لكن أنا أقول بأنه إذا كان المسلم مسلم عاقل بالغ حر، وبعدين مستطيع، الاستطاعة الزاد والراحلة وأمن الطريق والقدرة على الوصول، إذا توفرت الشروط وكان فيه من القدرة والصحة ما يمكنه من أن وجب عليه أن يحج بنفسه. طيب، ولكن إذا وجد رجل أو امرأة كبرت في سنها وضعفت في بدنها وما صار عندها قدرة، ما عندها قدرة بدنية تستطيع تركب الطائرة أو تركب السيارة، ما تستطيع لا هذا ولا هذا، لها أن تنيب عنها غيرها. وكذلك، وهذا متى؟ إذا كانت مقتدرة ماليا لكن غير مقتدرة بدنيا، نقول نعم تنيب ما دام عندها قدرة مالية. إذا أنابت غيرها فإنا نسأل الله أن يعطيها ما يعطي من حج وهو قادر يمشي على قدميه، لأنها في هذه الحالة ما تركت الحج ترفها، يعني تبغى تترفى وتقعد، ما لأن الحج جهاد. لما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل على المرأة من جهاد؟ قال: نعم، الحج والعمرة هما جهاد، جهاد بالنسبة للمرأة كبير، أسفار ودخول وخروج وذهاب ومجيء. إذن المسألة إذن تحتاج إلى مجهود. فالمهم إن شاء الله تعالى إذا توفرت فيها الشروط وقام من وكلته بما يجب عليه، نحن نسأل الله، نطمع فيما عند الله أن تكون ممن قال فيهم عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أسأل الله لها ذلك.